منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تتهم تنظيم الدولة بتنفيذ الهجوم الكيماوي على مارع في تموز 2015. الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثق مقتل 15 سوريا في سجون الأسد خلال الأشهر الثلاثة الماضية واعتقال العشرات بشكل تعسفي. الميليشيات الإيرانية في سوريا تستولي على ممتلكات السوريين عبر قوانين أصدرها بشار الأسد. حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في نشرة أخبار المنتصف. نشرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقريرها الرابع حول الهجمات بالسلاح الكيماوي على مارع في الأول من تموز 2015، متهمة تنظيم الدولة بالوقوف وراء الهجوم. التقرير والتفاصيل. السلاح الكيماوي ومجر من ويلات على سوريا، واستخدام قوات الأسد له في مواضع كثيرة أثبتتها الأمم المتحدة ومنظمة حظر السلاح الكيماوي. سلاح يعود ملفه للواجهة هذه المرة، وجهت المنظمة اتهامها لتنظيم الدولة باستخدامه في مارع عام 2015. المنظمة نشرت تقريرها الرابع لفريق التحقيق في حادثة استخدام الكيماوي في مارع قبل 9 أعوام، جاء فيه نصاً: هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن وحدات من تنظيم الدولة هم مرتكبو الهجوم بالأسلحة الكيماوية في 1 أيلول عام 2015 في مارع. اتهام يفتح باب التساؤل عن كيفية حصول التنظيم على هذا النوع من الأسلحة، وما المصادر التي تموله ليستخدمه في مارع. فريق التحقيق خلص إلى أن ما لا يقل عن 6 قذائف مدفعية أطلقت من مناطق سيطرة تنظيم الدولة تحمل مادة سوداء لزجة ذات رائحة لاذعة هي خردل الكبريت، كما أن الآثار التي عانى منها 11 شخصا من أهالي مارع تثبت استخدام هذا النوع من الأسلحة الكيماوية. المدير العام لمنظمة حظر السلاح الكيماوي السفير فرناندو أرياس قال إن فرق التحقيق مستقلة وتعمل ضمن منهجية علمية سليمة تطبق على الجميع، وتستدل في نتائجها على الجميع بين المعلومات وتحليلها واتساقها والتأكد منها وفق على المعايير الدولية، مؤكدا أن المنظمة قادرة على تحديد هوية مرتكبي استخدام الأسلحة الكيميائية والدول والجهات الفاعلة من غير الدول على حد سواء. الدفاع المدني السوري أشار إلى تقرير المنظمة داعيا لمحاسبة جميع المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وضمان عدم الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة لضحايا الهجمات بهذا السلاح وذويهم ومن عانى من العواقب المروعة لهذا الانتهاك الخطير. وعانى السوريون في مناطق كثيرة من استهدافهم بالسلاح الكيماوي 10 مرات، وقف الأسد وجنده خلف كثير منها وفق ما أكدت ذات المنظمة الدولية، ولكنه ما يزال على رأس السلطة في سوريا وممثلوه في أروقة مكاتب الهيئات الدولية والأممية على رأسها مجلس الأمن. ومعنا السيد نضال شيخاني مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا معي من بروكسل، حياك الله. في البداية، ما هي أهم النقاط التي استوقفتك في تقرير المنظمة؟ يا لك أستاذي وللسادة المشاهدين، في الواقع هذا التقرير هو نوعي، يعني مثل التقارير السابقة التي صدرت من نفس الفريق. نوعية التقرير يعني التوجه اليوم لتحديد مسؤولية تنظيم داعش كمستخدم لمادة الخردل في مارع عام 2015، هذا يدل على أن المنظمة تعمل بشفافية تامة، وهناك توازن بين التحقيقات التي تقوم بها في إثبات استخدام السلاح الكيميائي في مناطق، والتي أشارت من خلال تقارير عدة بأن النظام السوري متورط بهذه الانتهاكات، وهنا انتقلت للعمل على حادثة أخرى يعني حددت 4 أشخاص من خلال التحقيقات و 2 آخرين مسؤولين مباشرين عن هذه الضربات. وبالتالي اليوم الشفافية التي اتسمت فيها هذه التحقيقات أعتقد أنه هذا أمر إيجابي. نعم، جدا. أيضا أريد أن أستفسر منك حول
من أين حصل تنظيم الدولة على السلاح الكيماوي إذا يعني ما استندنا على المعلومات التي جاءت في توثيقات المنظمة؟ في الواقع أنا أود الإشارة إلى أنه مركز توثيق انتهاكات كيميائية في سوريا كان شريك رسمي لفريق التحقيق وتحديد الهوية بهذا التحقيق بالتحديد وبتحقيقات أخرى. وهنا وجب الإشارة إلى أنه كم الهائل من الأدلة، الإشارة إلى أنه هناك أكثر من 29 ألف ملف استلموا فريق التحقيق وتحديد الهوية بالإضافة إلى معلومات هامة من دول الأطراف، أشارت إلى أنه التنظيم داعش استخدم مادة الخدر. لكن اليوم أود أن أترك هذا التحليل للسادة، للجمهور السوري، للشارع السوري. هناك استنتاجات لاحقة إن شاء الله تعالى يعني رح تظهر بالتشارك مع قناة حلب، ومن خلالها ممكن نوضح هذه الاستنتاجات ونشوف من أين حصل تنظيم داعش على هذه الأسلحة. نعم، يعني أيضا تساءل التقرير قبل قليل بأن بشار الأسد كان هناك الكثير من التوثيقات لانتهاكه القوانين الدولية واستخدامه الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، ولم يكن هناك أي ردة فعل دولية، وبالتالي ما أهمية مثل هكذا توثيقات سواء ضد تنظيم الدولة أو ضد سلطة الأسد؟ من الواجب الإشارة إلى أنه فريق التحقيق وتحديد الهوية هو ليس بمركز شرطة أو ليس بجهة فاعلة لتنفيذ قرارات الإدانة، إنما هو يعمل بعد إثبات بس تقصي الحقائق لاستخدام مادة كيميائية سامة لأغراض عدائية، يعمل على تحديد الأشخاص ومسؤولية المجموعات أو القادة أو الأشخاص أو الأفراد عن إعطاء الأوامر وسلسلة الأوامر، وبالتالي هو مرجعية مستقبلية لأي قضية ممكن تفتح بهذا الشأن. اليوم أيضا يجب التنويه والإشارة إلى أن هناك جهود مكثفة لتشكيل محكمة خاصة في سوريا معنية باستخدام الأسلحة الكيميائية، ويعني تقرير فريق التحقيق وتحديد له هو مرجعية لتلك المحكمة، يعني هو مرجعية لأي قضاء أو أي حراك على صعيد الادعاء العام لملاحقة المتورطين. أود الإشارة هنا يعني وبالتحديد إلى أنه من أين حصل داعش على غاز الخردل في سوريا؟ من أين حصل على هذه العبوات اللي شاهدناها؟ من أين حصل على الوسائط لاستخدام غاز الخردل؟ هذه التساؤلات أعتقد هي الأوضح، وبما أنه يعني شاهدنا الفترات الماضية بأن النظام السوري استخدم داعش كذريعة لنشر الإرهاب في سوريا والعمل على تغطية حراكه العسكري وضرب المدنيين لأكثر من 10 سنوات. أنا أعتقد أنه الإشارة من خلال هذا التقرير لمن هو المسؤول عن تسليم داعش السلاح الكيميائي هي الأهم، وبالتالي كما رأينا بأن هناك كان أكثر من 200 استخدام للسلاح الكيميائي في سوريا، وظهر داعش باستخدام أو اثنين، وهذا يعني عملية تشتيت أنظار إلى المجتمع الدولي بأن النظام السوري ليس فقط هو مجرم حرب، إنما هناك مجرمين آخرين. نعم، يعني نعود لموضوع المحاكم الدولية، وكما ذكرت بأن هذا التقرير وغيره من التقارير التي توثق انتهاكات سلطة الأسد ضد المدنيين سواء بالسلاح الكيماوي أو بغيرها هو وثيقة يقدم لهذه المحاكم. لو تطلعنا على آخر التطورات في القضايا التي رفعت في محاكم متنوعة من العالم حول موضوع الانتهاكات الكيماوية بحق المدنيين. هناك قضايا متعددة، أنا يعني دعني أوضح أيضا للسادة المشاهدين، كافة التحقيقات التي عملنا عليها بالشراكة مع فريق بس التقصي الحقائق وفريق التحقيق وتحديد الهوية وآلية التحقيق المشترك هي قضايا أساسا. كافة هذه الملفات تم إحالتها إلى الآلية الدولية المحايدة المستقلة التي تقع في جنيف، مقرها في جنيف في مبنى الأمم المتحدة، وهي مسؤولة بشكل مباشر على ترتيب هذه الملفات حسب المعايير القانونية وتسليمها إلى مدعين عامين. هناك أيضا يجب الإشارة إلى أن هناك جهود يعني حثيثة وكثيفة من مؤسسات حقوقية وناشطين سوريين، تجمعات للسوريين، وأيضا ناشطين عملوا على تقديم دعاوى مختلفة في عدة دول
الآن رأينا يعني من نوفمبر الماضي رأينا مذكرة اعتقال بحق رئيس النظام بشار الأسد وأخيه ماهر، وبالتالي أيضا بالإضافة إلى 2 مسؤولين عن إعطاء أوامر السلاح الكيميائي. هناك أيضا كتاب رسمي وردنا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمشاركة ملف خان شيخون واللطامنة مع وحدة الادعاء العام في ألمانيا في محكمة برلين. هناك حراك آخر في دول أخرى لفتح دعوة بشأن استخدام السلاح الكيميائي. إذن وأيضا يعني كما ذكرت سيد نضال بأن هناك أيضا محكمة ستكون خاصة من أجل هذه التوثيقات، خاصة من أجل استخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين من قبل سلطة الأسد. وذكرت حضرتك بأن تفاصيل مهمة ستكون في برنامج وثائقي سيظهر على قناة حلب اليوم بالتشارك مع مركزكم، سنتابعه خلال الأيام القادمة. أشكرك جزيل الشكر السيد نضال شيخاني مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا، كنت معي من بروكسل. وثقت شبكة سورية لحقوق الإنسان مقتل 16 شخصا تحت التعذيب في سجون سلطة الأسد منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية في 16 من تشرين الأول لعام 2023. وقالت الشبكة إنه بعد مرور 3 أشهر على قرار محكمة العدل بخصوص التعذيب انتهكت سلطة الأسد القرار بشكل صارخ وقتلت 16 شخصا تحت التعذيب واعتقلت أكثر من 200 حالة شخص بشكل تعسفي. وكانت المحكمة أصدرت قرارا يطالب سلطة الأسد بالالتزام باتفاقية مناهضة التعذيب، وذلك بناء على الدعوى المقدمة من كندا وهولندا ضد سلطة الأسد. شدد رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة على ضرورة إنتاج آلية دولية داعمة لتنفيذ القرارات الأممية، مطالبا الاتحاد الأوروبي بترجمة مواقفه في سوريا إلى خطوات ملموسة. وأعرب البحرة عن تقديره للموقف الأوروبي الثابت والداعم للشعب السوري عبر الالتزام بدعم العملية السياسية بما فيها أعمال اللجنة الدستورية وفق القرار 2254. وكان القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا دان ستونيسكو أكد على دعم الاتحاد الأوروبي العملية السياسية في سوريا واستئناف أعمال اللجنة الدستورية، مشددا أن السبيل الوحيد للمضي قدما هو الانتقال السياسي الحقيقي وفق القرار الأممي 2254. أقام مركز رفيدة للتدريب المهني معرضا للأعمال اليدوية في مدينة عزاز بريف حلب، وجاء المعرض بعد تدريبات استمرت 6 أشهر تعلمت خلالها المشاركات عدة حرف. مهام كثيرة وشاقة حملتها أم عبد الله بعد رحيل زوجها، ما دفعها للبحث عن فرصة عمل تكون عونا لها في تأمين احتياجات أطفالها. وجدت أم عبد الله ضالتها في مركز رفيدة للتدريب المهني، حيث أتقنت عدة حرف يدوية باتت مصدرا هاما تعيل من خلاله أسرتها. الحمد لله كان فيه يعني عدة أقسام، دخلت على قسم الأشغال اليدوية، بحب هالشغلة هاي، دخلت عن هواية. طبعا دخلنا سبحان الله كان في معلمة دربتنا واشتغلت علينا فأتقننا نحن العمل، كنا من المميزين، نحن فريق بتعدد من 6 أشخاص الحمد لله فضرب العالمين، ولاقى يعني إعجاب واستحسان المنظمة فدعمتنا فتحتنا قسم من الإنتاج، والحمد لله فضرب العالمين هذا المعرض قدامكم مثل ما نكون شايفين. تتنوع المهارات التي يقدمها مركز رفيدة بين الخياطة والتطريز وتصفيف الشعر، إضافة إلى العديد من الأشغال اليدوية. يستفيد من الدورات التي يقيمها المركز أكثر من 100 سيدة يتدربن 6 أشهر على مختلف المهن والحرف، بهدف تمكين المشاركات من إطلاق مشاريعهن الخاصة بعد انتهاء التدريب.
طبعا هناك مكافآت عينية، أما تكون قسم الخياطة تكون ماكينات خياطة قماش، وبالنسبة للقسم الأشغال بيكون عبارة عن مواد صوفية، سياخ، مخارج وهيك قصص، وبالنسبة للكوفرة عادة كوفرة كاملة. أيضا هناك مشاريع خاصة للأرامل لحتى تعين أسرتها وتعين نفسها وتعين الأولاد من خلال مشاريع صغيرة بتقدم لها منظمة الإغاثة الإنسانية الإيهاها. مركز رفيد الذي تأسس قبل 5 سنوات أقام هذا العام المعرض السنوي الأول بهدف الترويج لأعمال المتدربات ومهاراتهن وتشجيعهن على الاستمرار في العمل، كما يشكل المعرض نافذة لتسويق المنتجات وبيعها من خلال عرضها على زوار المعرض. نساء مبدعات يمزجن بين الفن والمهارة بحرف يدوية فريدة أملا بمصدر رزق يحسن ظروفهن الاقتصادية بشكل مستدام. ابتسام درويش، مدينة عزاز، حلب اليوم. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. مخيمات الكرامة شمالية إدلب تغرق بمخلفات الصرف الصحي والأوبئة الناتجة عنها ومناشدات لإيجاد الحلول. أهلا بكم من جديد في نشرة أخبار المنتصف. كشف مركز جسور للدراسات عن دور إيران في إصدار قوانين تسمح بالاستيلاء على ممتلكات السوريين والاستفادة منها، مؤكدا أن ذلك يأتي ضمن خطة إيران للتغلغل في سوريا. التقرير والتفاصيل. لا تكتفي إيران بوجودها العسكري في سوريا وتمددها الاقتصادي والاجتماعي، بل تسعى لسلب مكان السوريين الغائبين عن وطنهم بفعل التهجير والهرب من أجهزة سلطة الأسد الأمنية. تقرير لمركز جسور للدراسات أصل كيفية استفادة إيران من قوانين أصدرتها سلطة الأسد للاستيلاء على ممتلكات معارضيها. أبرز تلك القوانين هو القانون رقم 26 لعام 2023 الذي يسمح لسلطة الأسد بإدارة واستثمار الأموال المصادرة بحكم قضائي، والذي يدعمه 83 قانونا ومرسوما تشريعيا وقرابة 364 مرسوما تنظيميا جميعها صدرت خلال ذات العام. يقول المركز إن هذه القوانين تعتبر استكمالاً لما أصدرته سلطة الأسد منذ عام 2012 لتهيئة الأرضية القانونية التي تسمح له بالاستيلاء على الأصول العقارية والأموال المنقولة وغير المنقولة، وأبرز القوانين السابقة كانت القانونان رقم 26 و43 اللذان يسمحان بالاستيلاء المباشر على الممتلكات. تستغل إيران وسلطة الأسد انشغال العالم بحرب تل أبيب على غزة لتمرير القوانين دون ردود أفعال محلية ودولية، لا سيما أنها جربت ذلك حين إصدار القانون رقم 10 لعام 2018، وهي ضغوط جعلتها تعلق العمل ببعض فقرات القانون بحسب المركز. يقول مركز جسور إن إيران مارست الضغوط على سلطة الأسد من خلال وزارة المالية والحرس الثوري الإيراني لإقرار هذه القوانين التي تتماشى مع مطالب طهران باسترداد ما أنفقته خلال سنوات الحرب واستثمارها في العقارات السورية. تعمل إيران بطرق قانونية ظاهرية من خلال تحكمها بالدولة السورية عبر بشار الأسد لتنفيذ مشروعها في التمدد والتغيير الديمغرافي في سوريا، بينما تغيب السبل القانونية الدولية لمواجهة ذلك حتى الآن، وهو ما قد يولد لدى السوريين إرادة العمل على إصدار قوانين دولية تضع حدا لذلك. أعلن مجلس الاتحاد السويسري الحكومي تمديد الإعفاء الإنساني المؤقت لنظام العقوبات ضد سلطة الأسد لمدة 6 أشهر استمرارا للإعفاء السابق بعد زلزال 7 من شباط. الإعلان السويسري أشار إلى أن الإعفاء جاء في ضوء الأزمة الإنسانية الخطيرة في سوريا والتي تفاقمت بسبب الزلزال، ويقصد بالإعفاء أن العقوبات المالية المستهدفة لا تنطبق على أنشطة العمل الإنساني للمنظمات الدولية وبعض فئات الجهات الفاعلة الإنسانية، وهو ما سيستمر 6 أشهر أخرى
بحسب الإعلان. في ظل الضغوط الاقتصادية المتنامية، يتجه الكثير من سكان إدلب لشراء الملابس الأرخص ثمناً كخيار اقتصادي يساعدهم في مواجهة التحديات المالية. تنتشر محلات ألبسة تصافي المولات بشكل لافت شمال أدلب، حيث يلجأ السكان إليها كبديل رخيص الثمن مقارنة بأسعار الملابس الجديدة. تتميز هذه المحلات بأسعارها المنخفضة وعروضها الجذابة، فيما يعتبر الإقبال الواسع عليها مؤشرا على ترهل الواقع الاقتصادي الذي يدفع الناس للبحث عن أرخص وأنسب الخيارات والسلع المتاحة. ونفس الشيء، يعني هاي ماركة وهاي ماركة، والحالة المادية هي بشكل عام تعبانة عند نسبة كبيرة من الشعب، فهذا هو الهدف الأساسي يعني. ونفس البضاعة يعني، في جودة عملاقية هون ونفس الجودة عملاقية هون، فهذا أنه عبيعها كماركة أو كأنه لوجو ماركة، وهي نفس الحكي فهي تصافي. كنا نشتغل بالألبسة الجديدة، فشفنا الإقبال عليها ضعيف، اتجهنا للألبسة التصافي المولات. كانت الجودة عليها، كانت جودتها كتير حلوة والإقبال عليها كتير كبير. يتسارع الاهتمام بألبسة التصافي كحل للأفراد والأسر، فعلى سبيل المثال يصل سعر البنطال في عروض التصافي إلى 7 دولارات، وهو سعر مقبول مقارنة مع البنطال الجديد الذي يصل سعره ل15 دولار، ويعتبر هذا التوجه كنوع من التدابير الاقتصادية التي تخفف من الضغوط المالية على الأسرة. الكتلة البشرية الهائلة الموجودة في المكان، في المكان هذا المحاصر الصغير، إلى أن يعملوا أي عمل من أجل الحصول على مبلغ زهيد. إذا قلنا إذا حصلوا على هذا المبلغ فهن حارمين نفسهم، حارمين بيوتهم حتى من التدفئة، أو حتى من كتير من الأمور المعيشية المهمة في سبيل أنه تعليم أولادهم أو حتى الحصول على لقمة العيش. يجد السكان أنفسهم في حاجة ملحة إلى البحث عن بدائل ميسرة لتلبية احتياجاتهم الأساسية. يبرز هذا الاتجاه أهمية اتخاذ إجراءات فعالة لدعم القدرة الشرائية لتحسين مستوى المعيشة، ويشير إلى الحاجة الملحة لتطوير استراتيجيات اقتصادية مستدامة في المنطقة. في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، يجد السكان في إدلب نفسهم يتجهون بشكل متزايد نحو اعتماد ألبسة التصافي نتيجة للحاجة الملحة إلى خيارات اقتصادية في مجال الملابس، وذلك نظرا للتحديات المالية الكبيرة وتقلص القدرة الشرائية. أحمد يد، حلب اليوم، إدلب. شهدت مدينة الميادين شرقية دير الزور إغلاق بعض المحال التجارية بسبب خوف أصحابها من بطش سلطة الأسد التي تتعمد مضايقتهم ومقاسمتهم أرزاقهم بحسب شبكة نداء الفرات. وأضافت الشبكة أن دوريات جمارك تتبع لسلطة الأسد تداهم بين الفينة والأخرى أسواق المدينة وتبتز أصحابها مالياً أو عبر أخذ مواد عينية، فيما يضطر غالبية التجار في الأسواق لدفع الأتاوات لتجنب الاعتقال والمضايقات. يشتكي سكان مخيمات الكرامة من تعطل شبكة الصرف الصحي الرئيسية والتي تخدم 3 مخيمات، وتتسبب بانتشار كثيف لآفة الجرب في هذه المخيمات. مراسلنا سعيد السعيد زار هذه المخيمات وعاد لنا بالمادة التالية. لربما استطاعت أم أسامة نضح مياه الصرف الصحي من خيمتها، ولكنها بلا شك لا تقوى على وقاية عائلتها مما تخلفه هذه المياه الآسنة من الأمراض التي ما أن تصيب فردا في هذه المخيمات حتى تتحول لوباء وآفة يصعب السيطرة عليها. الحلول المؤقتة لا تجدي نفعا، فسكان هذه الخيام على هذا الحال منذ 45 يوما لم تجف منازلهم لدقائق أو ساعات قليلة. مثل ما كن شايفين ان من اذان الشيخ عم ننضح ومنكب مية، احس سامعين نجس رجع علينا المجارير، ان شهرين على المدابي صلاه، اليوم ما اقدر اصلي انا بهالسنه. هذا اسمي كله نهاد حر، عبداوي هلق صلوا اكثر من 10 ايام مطر. عندنا منظمات انه بدها تعمل هالمشروع هذا، لكن في سبب اعاقه انه عندنا دار صايره بده يمرق الحفر من محل هالدار. بعد مناشدات الأهالي، أبدت إحدى المنظمات الإنسانية اهتماما بإصلاح خط الصرف الصحي في هذه المخيمات،
ولكن منزلا يعود لأحد ساكني المخيم وقف عائقا أمام تنفيذ المشروع، حيث أن الصرف الصحي يمر من تحت هذا المنزل. قدمنا لصاحب المسكن هذا البدائل والحلول ولكنه رفض الانتقال من منزله، ولا زلنا نتابع معه لإيجاد حل يرضي الطرفين. ما بين 15 إلى 20% من مراجعي مركز الكرامة الصحي يشخصها الأطباء على أنها مصابة بمرض الجرب، ومثلها مصابة بأمراض تنفسية، مرجعين الأسباب للصرف الصحي المكشوف وقلة الاهتمام بالنظافة الشخصية، وإن الخلاص من هذه الآفة يتطلب تضافرا للجهود من كافة القطاعات الخدمية في المنطقة. نسعى جاهدا إن شاء الله لحتى قدر الإمكان نضبط الوباء، بس بدنا يعني خلينا نقول مساندة من الجهات الثانية، من موضوع الوش، من موضوع الصرف الصحي، من باقي المنظمات اللي من مسؤوليتها الأولى هي الاستجابة لهيك أمراض وأوبئة. يقول سكان هذه المخيمات أن خروج خط الصرف الصحي الرئيسي عن الخدمة قد زاد من معاناتهم، فهم ينتظرون حلا قد غابت عنه أعين المنظمات الإنسانية والمؤسسات المعنية بتقديم الخدمات لهم بحسب قولهم. سعيد السعيد، حلب اليوم، مخيمات ريف إدلب الشمالي. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني حلب توداي تيفي دوت نت. دمتم بخير وإلى اللقاء.